اللي حببني في كابتن الخطيب كلام الناس عليه. تتولد وتلاقي نفسك كل الناس بتتكلم عن الأسطورة محمود الخطيب، كل الناس قد ايه بتحبه، قد ايه محدش بيختلف عليه، بقى اهلاوي زملكاوي اسماعيلاوي محدش بيختلف عليه، فلازم تعرف وتشوف ايه محمود الخطيب ده. يمكن حكاوي والدي عنه، والدي كان زميل، كان لعيب في النادي الاهلي وكان زامل محمود الخطيب سنين يعني. حكاوي عنه كأيقونة للكرة المصرية، حكاوي جوه اللبس، جوه اوضه اللبس وجوه الملعب، حكاوي الناس ما عرفتهاش. من اول ما اتولد وبدا يشجع النادي الاهلي، اي حد سواء من اسرتي سواء من الجيل العاصر كابتن محمود الخطيب، كان كلام ما بيخلص عن كابتن محمود الخطيب. كتر الكلام اللي انا سمعته حسيت ان انا يعني اكتر حاجه فاتتني في حياتي ان انا ما عصيتش كابتن محمود الخطيب. الخطيب مش محتاج ان انت تعصره عشان تعشقه مش تحبه، بس من كتر اللي انت سمعته عنه، عن اخلاقه وعن مهارته. الخطيب اول لعيب في تاريخ مصر يفوز بالكره الذهبيه والوحيد في تاريخ الاهلي. افتكر دوري سيد عبد النعيم اللي هو دوري انبي في 2003 لما الاهلي خسر في اخر ماتش الدوري، وقد ايه الجمهور كان ساعتها متضايق من اللعيبه، وقد ايه هم كانوا مقصرين قوي في حق نفسهم وحق الجمهور. قال لهم انزلوا اسمعوا شتيمتكم من الجمهور. ساعتها الجمهور كان مقفل التيتش تقريبا، كان حوالي فوق 10,000 مشجع في التيتش ساعتها. كل ما لعيب ينزل بداية التمرين الجمهور يصفر عليه ويشتموا اللعيبه والكلام ده كله، لغايه اما اللعيبه ما بقتش خلاص يعني حابه ان هي تنزل وتشوف ده، واللعيبه فضلت في اوضه اللبس جوه. كابتن محمود الخطيب دخل قال لهم الجمهور ده زي ما انتوا بيرفعكم لفوق وبتستحملوه لما بتكسبوا وينادي باسمكم، انتوا لازم طالما قصرتوا في حق الفرقه وحق النادي تنزلوا وتسمعوا رده فعلهم وتسمعوا اي تعليق واي رده فعل منهم. الجمهور ده اللي عملكم وده الجمهور اللي عمل النادي وليه حق عليكم سواء في المكسب في الخساره. سبته لما كان نادي الاهلي كان بيلعب مع منتخب العرب في اعتزال رفيق عمره كابتن مصطفى عبده، سبته لما هو اتصاب وكان قاعد في البيت، فكان في اتوبيس نقل عام كان ماشي في الشارع وغير طريقه ان هو يوصل للشارع اللي ساكن فيه بيبو، والناس تنزل من الاتوبيس واحد واحد عشان يطلع يسلم على كابتن الخطيب ويتمنى له السلامه وينزل تاني. وقد ايه هو ما كانش عنده مشاكل ان يستقبل عدد المهول ده من الجماهير وكل الترحاب، وبينت لقد ايه هو كان محبوب ساعتها اكتر ما هو محبوب دلوقتي. اعتقد ابرز مواقفه لما كان بيغني مع جمهور الاهلي في صاله عبد الله بن فيصل في الجزيره، او احتفائه مع جمهور الاهلي في صاله استاد القاهره بعد البطوله العربيه. اعتزاله عمري ما هنساله ماتش الهلال السوداني، ده كان سنه 1987. ده كان كابتن، كان ساعتها كان ماتش كان رخم جدا جدا يعني، وهو نزل احيا الماتش في اخر ربع ساعه ليه هتافات بقى. طبعا كان اطلع يا لورد انزل يا لورد. ساعة وفاة والدته اتبلغ في التمرين الكابتن بلغه ان والدته توفت، راح طبعا البيت والدفنة والكلام ده كله. وبعدها بيومين او يوم كان الاهلي عنده ماتش مع الترسانة، ووالد كابتن محمود الخطيب ساعتها قال له انت لازم تروح وتلعب الماتش، الجمهور ده ليه حق عليك والنادي ليه حق عليك، وان انت تروح تلعب الماتش ده اكتر حاجه هتخرجنا من الحزن والكلام اللي احنا فيه. وفعلا كابتن محمود الخطيب ساب كل الكلام ده وراح ولعب الماتش. الجماهير كلها كانت بتقول بصوت واطي كده بيبو بيبو اكنها بتعزيه. الموقف ده اثر فيا جامد، اللي هو قد ايه الناس بتحبه وعايزه تشاركه في الموقف وان هي تعزيه يعني. دي بيميز كابتن محمود الخطيب، ويمكن ده اللي اتحكى لنا قبل ما احنا نتفرج عليه، شخصيته وتربيته اللي اتربى عليها وادبه واحترامه لاي حد مهما الحد ده تجاوز وغلط في حقه. هدوءه وابتسامته وخلقه، حبه للنادي الاهلي وحبه لجمهور النادي الاهلي، ان هو قد ايه بيحترم الناس كلها. صوته الهادي
رقيه في التعامل؟ تعامله في مواقف كتير وهو لاعب وهو إداري، ما بيسيش الحد، بيتعامل بطريقة راقية جداً تليق بتعليمه ومبادئ الأهلي يعني. أكتر جملة سمعتها عن محمود الخطيب ومعلقة معايا، أبو تريكة لما قال عليه إن هو أسطورة لن ولم تتكرر. الجمهور كله كان بيهتف وكان بيقول البروجي يا ناس صح الناس. كابتن محمود الخطيب واحد بس اللي جه في النادي الأهلي، ومش هيجي ولا جه أسطورة ولا حد في شخصيته، سواء كلاعب سواء كإداري سواء كشخصية بره الملعب. سمعنا عنه أسطورة لن تتكرر في تاريخ الكرة المصرية.